ذراع إسرائيل الطويلة تغتال قيادات إيرانية بارزة في سوريا. في إطار تنفيذها لخطط التصفية المتواصلة، قتلت ضربة إسرائيلية بصواريخ دقيقة مسؤول استخبارات فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني صادق أميد زادة، الملقب بالعميد الحاج صادق. كان مسؤولا عن تنظيم الهجمات على المصالح الأمريكية وإسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية. وشملت قائمة القتلى أيضا نائبه وعنصرين بارزين آخرين. الغارة استهدفت مبنى سكنيا متعدد الطوابق كان يستخدمه مستشارون في الحرس الثوري الإيراني في حي المزة غرب العاصمة دمشق، وكان يضم اجتماعا لقيادات مقربة من إيران، مما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل. وعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا مرارا أنهم لا يسعون إلى توسيع الحرب، إلا أن موجة الاغتيالات ما زالت مستمرة. وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا. وفي ديسمبر الماضي قتل القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني راضي موسوي في ريف دمشق جراء ضربة جوية إسرائيلية. ويعتقد مراقبون أن إسرائيل بينما عجزت عن استهداف قادة حماس في غزة، إلا أنها سجلت نجاحا في عمليات الاغتيال بأدوات الموساد الاستخباراتية والتجسسية واختراق المنظومات الأمنية، واستهدفت عددا من الشخصيات الأساسية والمحورية في العمل الميداني. وهي بذلك تنتقل من تبادل قصف المواقع والبنى التحتية إلى عمليات الاغتيال، ونقلت الصراع إلى مرحلة جديدة عبر عمليات عسكرية وأمنية دقيقة شملت غزة وسوريا ولبنان. ويرى عسكريون أن استراتيجية تنفيذ الاغتيالات لن تكون وسيلة لتحقيق النصر الشامل، ولكن خطوة تكتيكية تحل بعض المشكلات على المدى القصير.